السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال وصحة بإذن الله. استكمالا لتعلمنا فلاتر، درس جديد هناخده المرة دي. هو احنا كنا اخدنا طريقة من الطرق فيه قبل كده، تعال ما اقولك ايه هو. احنا هناخد الايكون دي كات ونقوم حاطين رو. حلو، الرو هنحط في التشيلدرن بتاعها، نحط مثلا اول ايكون، نحطها مره تانيه مره تالته، ونعمل كنترول اس كده ونشوف ايه اللي هيحصل. نحطه جنب بعض. طيب تعالى اما نعمل ايكون كمان وايكون كمان، ايه اللي حصل؟ فاكرين اللحظه دي الايكونز ما كانتش واخده المساحه كامله، فقامت ضربه ايرور عشان هي مش واخده المساحه كامله. فاكرين كنا عملنا ايه في الفيديو اللي فات لما حصل فيه الرو وحصل فيه الكلام ده؟ كنت قلت لك هتستعمل ايه؟ ويدجت ايه؟ الاكسباندد. شطار، مظبوط. طيب في ويدجت تانية برضه كويسة وبرضه هتحتاجها اذا انت مش حابب تستعمل اكسباندد. طب ايه هي يا باشمهندس؟ بص يا سيدي، الويدجت دي بكل بساطة هتقوم شايل كلمة الرو دي، واسم الويدجت اسمها وراب. يعني ايه وراب؟ يعني اضغط الويدجت بكل بساطة، اضغط الويدجت. طيب وراب بس كده؟ لا، بتقول له الدايركشن بتاعك انت رايح فين. طب يعني ايه؟ هتقول له الدايركشن، الاكسس بتاعك افقي ولا رأسي، يعني انت اصلا رايح بالعرض ولا بالطول. طب ليه بالعرض ولا بالطول؟ حد يفكر كده؟ بالظبط شطار. لو انا حطيت كولوم مكان الرو وبرضه المساحه ما كفتش، طب تعالى اما نجرب، هحط الهورزونتال. تعالى كده اما نشوف اللي هيحصل. الايكون نزلت لتحت وبتكمل عادي. طب هتكمل عادي ازاي؟ تعالى برضه اما نشوف. حط ايكون زي ما انت عايز، حط ايكون زي ما انت عايز واعمل كنترول اس، هتلاقيهم بيترصوا كده زي ما انت شايف كده. لحد كده في حاجة صعبة؟ دي وظيفة الوراب. طيب تعال اما نشيل برضو الوراب دي ونحط الكولوم. هنحط ايه؟ الكولوم. اعمل كنترول اس، ايه اللي حصل؟ ضربت ايرور من تحت عشان مفيش مساحة. هنرجع للوراب هنقول له لا، انا مش عايز استعمل كولوم، انا عايز استعمل راب، وهقول له الدايركشن بتاعك اكسس دوت فيرتيكال، يعني الدايركشن بتاعك بالطول. اعمل كده كنترول اس، ايه اللي حصل؟ اترصت تحت بعض، والباقيين اللي ما كانش عندهم مساحه اتحطوا في الناحيه التانية. ده وظبط الوراب بكل بساطه. طب بقيه البروبرتيز استعملها زي ما انت عايز. ده عباره عن الالاينمنت، وعباره عن الدايركشن، كروس اكسس الاينمنت، ونفس وظيفه الرو او الكولوم. هي مجمعة لك الرو او الكولوم بس في ويدجت واحدة. طب مش مهندس نستعمل وراب ولا اكسباندد ولا نستعمل ايه؟ اللي انت عايزه على حسب الديزاين بتاعك. انا بس اللي مطلوب مني ان انا افهمك الويدجت وبتعمل ايه ووظيفتها ايه، واشرح لك اكبر قدر من الويدجت عشان تعرف تعمل الديزاين بشكل سليم ويكون ريسبونسيف. خلي بالك من نقطة يكون ريسبونسيف، وكفاية كده، ودي فكرة الوراب بكل بساطة. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.